هو انت اللي سرقت عربيتي؟ ايه ده يا فندم؟ انا يا فندم يا فندم انا خدمت. انا بكلم نفسي، طب اعمل ايه؟ انا بكلم الصوره، بكلم انت يا مصطفى. يا مصطفى معلش معلش سعادتك، هدي اعصابك بس. سيد باشا. نعم. واحد من الاثنين اللي نفذوا السرقه دخل المستشفى امبارح بالليل. والله وهو دلوقتي هناك. حلو قوي، ده كده مصطفى وجبت زيارته، هروح له. وبعدين احنا بقالنا ساعه على الحال ده يا ابني، عيب كده يا ابني. وبعدين لا اله الا الله يا ابني، بص لي مش كده يا اخي. ما كانش عشان شخصيتي كضابط عشان سني، ولا انت مش قادر تواجه الكاريزما يا ابني؟ بص لي يا باشا. والله انا نفسي ابص لحضرتك. خلاص بص لي نفسك، ده نفسي يبص لي يا سيدي. بص لي. مش قادر يا باشا. مش قادر. رقبتك. خلاص 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 خلاص. انا ظلمتك يا اخي، انا ما اعرفش، انا كنت فاكر مركب بتاع دي ببيون هنا ولا بتاع درقبته. انت كده قلبتني على الواد، عمال تقول لي تينك وحاطط رجل على رجل. الله دي مكبسها بس. خلاص 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 خلاص، عشان ما ضيعش وقتك ووقتي. بص يا ابني، انت امبارح بالليل كنت بتسرق مكان وما كنتش لوحدك، كان معاك عيل تاني اللي كان سايق عربيتي. حاجة من اتنين ملهمش تاني، يا تقر وتعترف دلوقتي مين الواد اللي كان معاك، يا شايلها لك لوحدك. حضرتك بتكلمني يا باشا؟ أنا مش سامع. كمان مش سامع؟ ده حادثة إيه دي يا رب؟ الله. طب لو قلنا مش سامع وهيكتب؟ آه يكتب إزاي برضه دراعاته دي؟ أعمل إيه؟ أشيلها لك؟